يسقسي أردتني علاش النبي صلى الله عليه وسلم أريري أيف فاطمة رضي الله عنها سيدنا أبي بكر سيدنا عمر طالبا في الاتهال الناس التي تمزيسون لذلك سيدنا علي فسد ربي إفست الجواب في سقسيات لا غادي الحديث رواتي الإمام النسائي الحديث صحان إن سيدنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه. العلماء تلين الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسيرع المسألة للعمر يعني يغي يقرب العمر انت مغارد العمر والغاز اللي ارسيتي تهل اريت كا يا العون اي تعاون الامور المسالين تعاون بشتريات المحبات المودات الرحمه غير الغاز تمغارد وكان ما يدور يتعرض فالنبي صلى الله عليه وسلم لغي تهل ام عائشه فسيد ربي اللي خصوات مزين تات اشكو غيد الفارق السن غيد ويتأثر شكون درت المصلحة ديال القرن درت المصلحة ديال القرن اشكو المسائل اللي كانوا بيتوصلوا وسلم كانت مسألة تلقى مسألة تشريعية التي تشرع الأمة أردتني الإمام السندي الله يرحمه ربي تبارك وتعالى يعني لغينا الذي شكل الحديث فخطبها علي يعني أردتني العلماء من بعد سيدنا علي فسيد ربي اختبت مباشرة بعد ما تخطب سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يعني ولك والو شكون الحديث اللي قلت فخطبها يعني الفيان التنين بنات زوج كانت بعد نسن وكان غير التنين العلماء غير التنين العلماء إذا المسألة نصغر يعني العمر أفتني إرور النبي صلى الله عليه وسلم يلي ده قلت أن عائشة فرسد ربي تبارك وتعالى لغتي إتاه النبي صلى الله عليه وسلم التنين إزدا بنادم أرجاز يغديوشكا وخاتم أرجاز يغديوشكا وخايل الفارق السن ولكن أرجاز يغيز دار إيجا درس الرجولة يلي دسار في المقرن ورقس باس أداس انت نكتف فرق تنو خاتم الزي لكن اللي تراني النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ده هي غيديو الإشكال متقال على سيدنا أبو بكر سيدنا عمر فلسن دربي ورجين رجال فضلاء عاد كان رجال فضلاء كان رجال فضلاء كان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اللي غديوش كا سيدنا علي فلسن دربي يزريت نتاحت المرتبة بين حتى تيسي كان يا ورقازي كان فاضل يا ورقازي كان من خيرة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقدر العمر ذا فاطمة فلسن دربي تبارك وتعالى وكانت ديون العلماء لكن الامام ابن العربي المالكي الطيح ربي تبارك وتعالى يودها انت يودها انت يعني سنه المساله دي زيد تنتين في المساله سنه الامام السندي ان غير بان النبي صلى الله عليه وسلم لغي يزوج لغي تاهل لغي استاهل فاطمه فلسفه ربي الامام سيدنا علي فلسفه ربي تبارك وتعالى يعني المساله يعني تأخر في الاغتزال في الاعتدال سيدنا أبو بكر سيدنا عمر تأخر شوية يعني تسكو سلا يكسو الحالة لا تنقر شوية هاي المسألة تستيضني إنك الإمام ابن العربي الملك الطيح ربي تبارك وتعالى إن يقدر يزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلي نوا استكف سيدنا علي ينوا تغلق الخطر ينوا تغلق المس هذا استكف وكل اللي غدوش كان سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وريري حيد المسألة اللي نغنيت نس يا جيت تلاتة شكا سيدنا علي إفست فرسيد ربي تبارك وتعالى